نسيمة صيفي ترفع علم الجزائر عاليا في سماء باريس وترسم قصة نجاح جديدة في الألعاب البارالمبية. البطلة الجزائرية عادت لتعانق الذهب من جديد وتهدي أول ميدالية للجزائر في اختصاص رمي القرص. صيفي وتحقيق الميداليات قصة عشق لا تنتهي، فبطلة الجزائر حققت الذهب في ألعاب لندن 2012 وألعاب ريو دي جانيرو سنة 2016 وتوجت بالفضة في طوكيو 2020. نسيمة لم تكتفي بذلك فقط، بل حطمت الرقم القياسي البارالمبي في رمي القرص لتبصم على إنجاز مزدوج وتضع نفسها في قمة الهرم الرياضي الجزائري وتجبر الجميع على احترامها ووصفها بفخر الجزائر. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.